هي طيبة للجميع. نمارس التمرين 13945 لنحسب ما يلي: أ تساوي 2 كوسينوس 30 ناقص 2 جذر 3 كوس 60 زائد 1. إذا الكوسينوس ديال 30 نمشي للصفحة 228 في كتاب المفيد في الرياضيات. في الأسفل ديال الصفحة كاين واحد الجدول، ذاك الجدول كيعطيك القيم ديال السينيوس كوسينوس وطونجون. بحال مثلا كوسينوس 30 معروف شحال عندي هنايا، جذر 3 على 2 ناقص 2 جذر 3. في كوسينوس ديال 60، كوسينوس ديال 60 هو 1/2 زائد 1. إذا هنا غادي نختزل هادي مع هادي، هادي مع هادي، تبقى جذر 3 ناقص جذر 3 زائد 1 تعطيك 1، هادي مع هادي 0. بنفس الطريقة 4 كوس 45، كوسينوس ديال 45 كيعطيني جذر 2 على 2، يعني 4 في الكوس 45 هو جذر 2 على 2. السينيوس ديال 45 كيعطيك جذر 2 على 2 زائد 2 في السينيوس ديال 60 جذر 3 على 2 ناقص طونجونت ديال 30. طونجونت ديال 30 كيعطيك جذر 3 على 3. إذا عندك هنا 4 مشات مع 2 مع 2، جذر 2 في جذر 2 هي جذر 2 أس 2 ناقص هنا هذه مشات مع هذه تبقى جذر 3 ناقص جذر 3، هنا تعطيك 4 ناقص 2 جذر 3. هذا التعبير ديالها خليها هنا. هنا بغيت تعملها كتعمل 2 عامل 1 ناقص جذر 3، هذه سالبة. نمشيو للسي بنفس الطريقة. عندك 4 كوس 45، كوسينس ديال 45 هو حسبنا هنا هو جذر 2 على 2 ناقص 5 سينوس أس 2 ديال جذر سينوس 30. سينوس ديال 30 هو 1 على 2، 1 على 2 ولكن أس 2 حيتاش أس 2، زائد طونجون ديال 60 هو جذر 3. جذر 3 وغنديرو أس 2. إذا هنا تعطيك 4 مقسومة على 2 هي 2، 2 جذر 2 ناقص 5 في 1 هي 5، وهنا على 4 لحقاش أس 2، هنا 4 زائد 3 في 3 لأن جذر 3 أس 2 هي 3. وغنحسب 2 جذر 2 ناقص 5 على 4 زائد 9. كنحسبو هذا مع هذا فقط، كتعطيك 2 جذر 2 كوسينوس هي 45 هو جذر 2 على 2. إذا جذر 2 هنا، هنا غتوحد المقام تعطيك 9 في 4 هي 36، 36 ناقص 5 على 4 2 جذر 2. إذا بغينا نوحدو المقام حتى مع هذه نضرب حتى هذه في 4 تعطيك 8، 8 جذر 2 زائد 36 ناقص 5 على 4، نضرب هنا في جذر هنا في 4 الفوق في 4 والتحت في 4، هنا في 4 والتحت في 4 تعطيك هنا 4، هنا 36 ناقص 5 هي 29، عفوا 31 جوج جذر جوج ناقص 31 كتبقى هكا. نمشيو للدي بنفس الطريقة نعوض. 5 طونجونت ديال 30 أس 2 طونجونت ديال 30 كيعطيك جذر 3 على 3. 5 طونجونت أس 2 ديال 45 طونجونت أس 2 ديال 45 كيعطيك 1 ناقص 1 على الكوسينس ديال 45 أس 2 كوسينس 45 أس 2 هو جذر 3 على 2 أس 2 ناقص 1 على الكوسينس ديال 30 كوسينس ديال 30 هو جذر 3، جذر 3 على 2. إذن ديال 45 جذر 2 على 2، ديال 45 جذر 2 على 2، وديال 30 جذر 3 على 2 أس 2. وغنحسب هادي، عندك 5 في 3 على 3 لحق جذر 3 أس 2 هي 3 زائد 5 ناقص هادي هي 1 على 2 على 4، جذر 2 أس 2 هي 2 وهنا 4 2 أس 2.
ناقص واحد على جذر 3 أس 2 هي 3 على 4. هذه مشات مع هذه، جات لي 5 زائد 5 هي 10 ناقص، كنديروا المقلوب هنايا، نعم المقلوب، 4 على 2 ناقص 4 على 3 ديك 10 ناقص 2 ناقص 4 على 3 تساوي 8 ناقص 4 على 3 تساوي 8 في 3 هي 24 ناقص 4 على 3 توحيد المقام 20 على 3. إذن الأساسي من هذه العملية ماشي هو الحساب، الأساسي هو أنك تضبط هذه القيم هذو، داك الجدول تلقى شي طريقة كيفاش تحفظه، واخا ماشي ملزم أنك تحفظه، إلا كان شي أسئلة في الفرض فكتعطي القيمة ديالها مباشرة. الطونجونت ديال 45 شحال عطاونا الطونجونت 45؟ واحد ناقص الطونجونت ديال 60 جذر 3، واحد زائد الطونجونت 45 هو واحد، الطونجونت ديال 60 هو جذر 3. عندك هنا كتساوي واحد ناقص جذر 3 على واحد زائد جذر 3، نحيدو الجذر باش كنضربو في المرافق، واحد ناقص جذر 3 عامل واحد ناقص جذر 3، لتحت هو واحد زائد جذر 3 عامل واحد ناقص جذر 3، هذا هو اللي درنا له المرافق، هو واحد ناقص جذر 3. علاش باش يعطيك واحد ناقص جذر 3؟ هنايا أس 2 هنا أس 2، وهذه غتعطيك بطريقة عامة رقم جوج، تعطيك واحد ناقص جوج جذر 3 في واحد زائد جذر 3 أس 2 على واحد ناقص 3، تعطيك هنا في المقام ناقص جوج، وهنا واحد ناقص جوج جذر 3 زائد 3. 3 مع واحد هي شحال؟ هي 4، إذن 4 ناقص 2 جذر 3 على ناقص 2. في الأخير غادي نختزلو جوج هنا، إذن غتبقى لك هنا 4 على ناقص جوج، وناقص جوج جذر 3 على ناقص جوج، تعطيك هنايا ناقص جوج، 4 على ناقص جوج، وهنا مشات جوج مع جوج بقات ناقص جذر 3. في الأخير كتعطيك ناقص جوج زائد جذر 3. إذا كيف ما قلت هنايا الحساب ماشي ضروري، المهم هو أنك تعود على هاد الطونجونت وديال الزاوية الاعتيادية 30، الزاوية الاعتيادية هما 30 45 60 و 90 0، كذلك تهوك الزاويات.